الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. In hikarwa niya ay katulang ta ding harukon sin Islam amo na in pagdihil sin zakat. تأخذ الزكاة من أموال معينة. Amo in kawaon in alta yaon ding ha alta lang ta. Kawaon siya ding ha alta. في وقت معين. Ha wakto amo in معين. يعني كل عام كل سنة. Ay bimana ang katahon siya yaon. Tiap-tiap ang katahon. بمقدار معين يعني نسبة معينة محددة. Ay bimana aon siya tiakdilan mampiling kawaon kanya. إلى طائفة معينة لا ندفع لأي أحد ندفع فقط للأصناف الثمانية ثمانية أصناف أهل الزكاة. بعوض نتو يتو كوا أوني زكاة يتو ده هما ألتا يتو هيريل نتو سيلا با وبالو ولو را. الزكاة تنقسم إلى قسمين فرض ونفل. إن زكاة نباغ إسيا مقدوع مونا إن فرض واجب شيء وإن سن نافلة من لون تسنة. زكاة الفرض تنقسم إلى قسمين. بغوز إن زكاة إساب واجب أتوا فرض يا أون نباغي شيء مقدوع. زكاة بدن أمون زكاة سين بمرانا هي التي ندفعها بعد رمضان زكاة الفطر تسمى. نعم أنا إني إني أمون إن بقديه لون نتو هوقتو بغوز إن رمضان أمون بقتاه لهم يا زكاة الفطر. نعم الثاني زكاة مال الأموال اللي تجب فيها الزكاة أربعة. إبن هيكاروانيا أمون إن زكاة هالتا pagubos lang ta in zakat ini halta am doon makawa ta ha upat. Naam. Al-awwal zakat al-dhahab al-fidda. Panagnaan amuna in zakat sin amo in gold lang ta even sin silver yaw. Naam, kadalik ha al-nuqud. Ato even sin mga sin. Dollar, riyal. Yan sin dollar tawa riyal yaon. Al-thani al-ibil wal-bakar wal-ghanam. Ini karawan ya amuna in ibil amun lang ta kamil yaon pagubos in بقر أمون سبي إيمان سيني كاتونيا أمون كامبين. نعم هذه الإبل والبقر والغنم إذا كان هو لا يشتري لها علف هي تذهب وترعى هذه فيها الزكاة. بان سوبا ما إن مانا أمون هايوبين أمون إبل سبي إيمان سين غنم إني أمون لون تديكو مامي يبقبقون كانيلا بيانا سين يبولو يمسجياون ناون زكاة نيا. وإذا كان يشتري لها علف يشتري لها طعام ليس فيها الزكاة. نبان سوبا ما مقبامي كوياون amuin pagkaon nila si mga hayawan ini na wayroon zakat niya. Naam. الثالث العروض التجارة يعني لديه محل يبيع فيه السوبر ماركت مواد غذائية ملابس هذه فيها الزكاة. Naam. Ini katunya big example yung long taon kau dagangan magdarakan kau yaon aon kau biya supermarket yaon at wasari-sari store na aon kau zakat. الرابع إذا كان لديه مزرعة يزرع فيها القمح أو الشعير أو التمر فيها الزكاة. نني كاتونيا من لون تا أموين أموين أمون مزرعة أونسيا بانانوم ياون بيناسين أون بانانوم يا دينغ التمر ناونسيا زكاة. أما الخضروات الفواكه هذه ليس فيها زكاة. نبيناسين مانغا كوان سايم مانغا بقتا من لون تا مانغا أمون لون تا بروتسيا من لون تا ويرونسيا زكاة. ليس فيها الزكاة. ويرون زكاة نيا. نعم والله أعلم.